أعطونا التغريدة الخاصة بسمو الأمير الوليد بن طلال وكمان الرد للأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق. أعطوني على الشاشة كاملة خلينا نشوفها. هذه طبعا التغريدة، تغريدة سمو الأمير الوليد بن طلال. مبروك لجمهور وإدارة لاعب ولاعبي كبير آسيا الهلال العالمي لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان MBS تشيك، دوري أبطال آسيا تشيك، الرابع عالميا تشيك، وقريبا كأس الملك سلمان بإذن الله. هذه تغريدة سمو الأمير الوليد بن طلال، أنا ما قدرت أشوفها هنا، اضطريت إني ألف. أعطوني رد سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تغريدة سمو الأمير الوليد، وأعطوني إياها في الشاشة كاملة عشان أقدر أقرأها راحتي. جاهزة؟ طيب، مبروك لك يا أمير، تستحق التهنئة والتبريك لكل ما بذلته على مدى سنوات طوال وعلى ما قدمته خلال رئاسة رئيس الفذ فهد بن نافل. والأمير عبد الله بن مساعد كمان كان له رد على تغريدة سمو الأمير الوليد وكمان على تغريدة سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد. تعطيني التغريدة كمان؟ أنا أعطني إياها على الشاشة. أثني على كلام عبد الرحمن ونشكر الأمير الوليد بن طلال على تقديمه هذا الرئيس لنا هدية قيمة أخرى للهلال من سموه. هدهم رجال الهلال اليوم بعد تحقيق الهلال لبطولة دوري كأس سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان.